مود يعني بالنسبة له لوجود رقصة شعبية عندنا كلنا نقدر نرقصها، يعني يشترك فيها شباب وشابات ويقدروا يعني يبقى تقريبا كل الناس حافظينها ويقدروا يشتركوا بيها في المهرجانات، في مؤتمرات شباب كتير قوي كانوا بيطلبوا يعني مثلا رقصات شعبية من شبابنا، ما كانش حد بيرقص رقصة، ما فيش رقصة موجودة، فيعني ليه ما بيكونش موجود عندنا رقصة فعلا ونتعلمها كلنا ونقدر نعملها؟ والله المفروض ان احنا يكون عندنا رقصة، لكن دي مش بالسهولة يعني اللي اي واحد يفتكرها. الرقصة لازم تكون سهلة ولازم تكون محبوبة ولازم الناس لوحدهم يرقصوا بيها. يرقصوا والحقيقة الوضع الطبيعي الرقصة زي دي انها ما تتخرق لوحدها، يعني الناس يرقصوها وبعدين ياخدوا عليها ويقعدوا 10 سنين 100 سنة وبعدين نلاقي في رقصة واثنين وثلاثة، هم الناس لازم لوحديهم يكونوا يرقصوها يعني. بيرقصوا. لكن مادام احنا ما عندناش رقصة شايعة، وطبعا طيب مش عايزين احنا نتخلف عن البلاد التانية وفي المناسبات بتاعتنا بدل ما بس ننط ونقول هي وبتاع، يبقى عندنا اي رقصة نرقصها. فممكن ان احنا نبتدي نعمل رقصة وبعدين نسيب الناس يزودوا عليها ويحسنوا فيها ويمكن يعملوا كمان رقصات تانية. يعني يعني لسه هتعملوا رقصة ولا حاجة من موجودة فعلا؟ لا، احنا لما نعمل احنا عندنا رقصة خدناها طبعا من الحركات بتاعت المصريين، يعني ما بنجيبش حاجة من بره. غريبة لان طبعا. ما تنفعهمش ما يحبوهاش. فالسقفة بتاعتهم مثلا بيسقفوا كده ما بيسقفوش كده، الحركات دي هي الرجل دي هي لما بيعمل كده ايوه. زي الحصان اللي بقى ليه الحصان، فالحركات دي كنت حطيتها في الرقصة على امل ان احنا نقدر نعلمها للناس اذا حبوها طبعا، يعني لازم بكيفهم. طب ما احنا نبتدي نتعلم دلوقتي نشوفها يعني. هتتعلميها حضرتك؟ اتعلمها قوي طبعا. طيب هي على العموم سهلة يعني طب مفيش صعوبة. أنا أخلي مجموعة من الفرقة يورونا الحركات دي، هي عبارة عن اي ثلاث حركات، الرقصة كلها 3 حركات. هنوريهم، هنعرض الرقصة الحركة الأولى والثانية والتانية والثالثة وبعدين ايوه، نشبكهم مع بعض. ونشوف الرقصة كلها على بعضها، طيب. وحتى يعني حضرات يعني المتفرجين لما يحبوا يتعلموا يقدروا يشوفوا إذا كانت دي سهلة يتعلموها ولا لا. احنا ممكن نعرضها بطريقة مبسطة خالص بحيث ان كل واحد يفهمها وهو بيتفرج عليها. طب تفضل. بس ادي اول حركة. الحركة التانية، 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 لقدام 2 3 4 ورا 2 3 4، دي الحركة التانية. نعملها كمان مرة، 1 2. كويس، يبقى دلوقتي حركتين، نقدر نعمل حركتين دول ورا بعض.